شارك عدد كبير من الأسر في محافظة العاصمة وأبنائها الأطفال في الاحتفال المفتوح فرحتكم عيدنا 4 بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتضمنت فقرات الاحتفال عددا من الفعاليات والمسابقات الترفيهية للأطفال، وذلك إيمانا بالأهمية الكبيرة التي تحظى بها مثل هذه المناسبات السعيدة في الترويح عن النفس وتعزيز العلاقات والروابط بين الأفراد والأسر وما يشتمل عليه ذلك من تعزيز لقيمة روح الجماعة. فقد شهد هذا الاحتفال مزيجا من الفقرات الشيقة المخصصة للأطفال إلى جانب توزيع العيديات على جميع الأطفال المشاركين. طبعا احنا اليوم ثاني يوم عيد الفطر المبارك نحتفل كالعادة السنوية اللي احنا نسويها في الدائرة الخامسة محافظة العاصمة، نحتفل فرحة عيد رقم 4. دائما هذه الفرحة ان احنا نجمع جميع الاطفال، يكونون متواجدين اطفال المنطقة وحتى من خارج المنطقة يكونون موجودين معانا نحتفل فيها بافراح العيد. وهالسنة الحمد لله رب العالمين، يعني العيد كان عيد فرحتين، يعني الجميع اليوم فرحين، الجميع اليوم مستانسين، في مسابقات قاعدين نقدمها وقاعدين نسويها، والجماعة يعني قاعدين يلعبون، وإن شاء الله دائما الله يعيد هذه الأفراح على مملكة البحرين. هذه الأنشطة جدا جميلة أن يقدمها النائب لأهل دائرته، هذه تسوي نوع من يعني الألفة والمحبة بين النائب وبين أهل دائرته، يعني وهم كشيء ترفيهي لأهل الدائرة والأطفال أهل الدائرة. يعني شعور جميل أن نكون ويا النائب، والشي اللي يسويه واجد كبير لنا، وأشكر النائب على الشي اللي سواه.